السلام عليكم، معكم فوز عن مقطع جديد، وخلينا نشوف إذا نقدر نوصل هذا الفيديو 100 لايك. نقدر نوصل 100 لايك. أوكي شباب، عنوان هذا الفيديو، طبعا أنتوا تعرفون ماضي مع بندريتا. أنا أموت ببندريتا، يعني أحلم أشوف بندريتا قدامي كده وألعب مع فورتنايت. ونزل فيديو جديد عن هيتمان، ذكاء هيتمان بندريتا، وهذا خلينا نشوفه معاكم. ميشن فيل. بندريتا محبوب، مين ما يحب بندريتا؟ انا نزلت اللعبه هذه مقطع وما توقعت ابدا انها تعجبكم لهذه الدرجه. يعني صح اني انا خبره في العاب التجسس، بس مره ما توقعت انه يعجبكم يعني التجسس حقي. انا لعبت اول مهمه في القصه وهي كانت في نيوزيلندا، توقع كذا. المهمه الثانيه راح تكون في امريكا ميامي. المهام دائما هدفها الاساسي نفسه، هو يحدد لك شخص وانت لازم تجلده. فما عليكم، عندي ما طال عليكم يا شباب، لا تنسون اللايك وخلونا نروح ميامي. يلا يا شباب، لازم انه اقتل هذا ولا الاثنين، هذا وبنته، وهم في حفل سياره. هذه المره اثنين، راح تكون المهمه اصعب. يلا يا شباب، بدينا المهمه. هلا، اخذ حاجه. ايش؟ شكرا، ما ادري ايش اعطاني هذا. يقول لي لازم افتشك عشان تمشي. خلونا اتاكد ايش الاسلحه اللي عندي. اصلا ما عندي ولا اسلحه. ها يلا ادخل عادي، فتشني. ايش؟ ما عندي اي حاجه، خذ راحتك. فتشوا. لا لا لا، ما ابغى اضربه. نوك اوت. لا ما في. ايوه السلام عليكم. طيب يا جماعه، زحمه والله. ها زحمه، ما شاء الله، هذه السياره رهيبه، واضح عليها 8 سلندر. لازم تكون كذا دائما، يعني مع الحفل وذا تسوي نفسك، يعني فاهمين. طيب شباب، عندنا الاهداف. شوف واحد هنيك احمر البعيد، وهذا البنت في سياره، يعني لازم يجلدها. هي في سياره. ايوه هذا السباق يا جماعه، هذا السباق. اوكي، هذه الحمراء اللي احنا نبغى نجلدها. اوكي قريبه، ابغى اشوف ايش العلامه الخضراء هذه. ايش هذا؟ ايوه يا جماعه، اقدر اجلد هذا. اوه ماي جاد، دقيقة، اقدر اجلد هذا والبس لبسه وادخل السباق. لازم انه اجلده في مكان ما في اي واحد. هنا في حارس، انتبه يا بندر. شباب ايه؟ ايه؟ ابلع ابلع. هي القتلة المسخرة. حد يشوف؟ ها؟ ما حد يشوف. اوكي؟ شرب مويه كفاية. اولا شرب مويه كفاية. وبعدين راح البس اللبس حقه. طيب. خذوا سريع سريع، خذوا. حطوا في الزباله. طموا في الزباله. لا شافني واحد. لا ايوه، استسلم استسلم، انا استسلم. ابلع ابلع. ابلع ابلع ابلع. بس دقيقه، ابلع. سجلوا سجلوا، بس دقيقه. الرقبه معليش، واحطه بجنب خوينا. لا لا لا، ما ابغى هذا، لا ما ابغى هذا. دقيقه، رجعنا للميكانيكي. دقيقه، خذ المسدس. اوكي، وشيل. طيب وشيل الرجة، حطه بجنب خوينا. يلا الميكانيكي والشرطي سوا. يقول لي دحين نروح الجراج. اوكي، في اي بي. اوه هذه شباب، منطقة الفي اي بي الاغنياء، مو حق الطفارة. اقدر ادخل ولا حيقول لي اي حاجة؟ معليش، ما في كاميرا هنا. في كاميرا يا شباب، اوكي، لا تلقط وجهي. بس يا شباب، لو فتحت ايش يصير؟ لو فتحت الباب حيدعسني. اصير حاجة. بليز ما لا اندعس. بيت بيلدينج ريكارد. اوكي. اوكي؟ ما قال أي حاجة. خلاص افتح الباب. الكاميرا أهم حاجة، لا تصور وجهي. افتح الباب وادخل. اوكي. يا سلام. اوكي. دحين لازم أشيل عدة عشان أخرب أم السيارة وتنقلب عليها. كيف المخ بس؟ خذ هذا قصته ولا لا؟ هذا شيله حطه بالجيب. طيب. انا دحين في الجراج راح اسوي نفسي اصلحه عشان ما حد يشك فيا. طب
القطعة ما حصلتها يا شباب، ما حصلت القطعة. خذ هذا، أيوة خذ هذا، خذ هذا برضو، هذه بطاقة حلو. خذ كل شيء يلا جي. اي ايش ذا الزر؟ الغباء مو أنا. ايش هذه بني مستكرنج؟ يا الله واحد شاف الجثة. واو يا بندر فنان. ولا وش بسوي؟ يا تسكم ما بندر جالسة والله انه تجسسي بيض يا دعسوني اوكي هذه الاشياء اللي راح يعدلونها على السيارة الكفرات فاقدر اسوي اشياء يعني اوكي حصلتوا ايش في؟ معليش 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 ما ابغى اي مشاكل هذول الاثنين عندهم اللي انا ابغى فلازم ما انكشف ما ينفع معاهم الا كذا ذولي ما ينفع معاهم الا كذا ها ناس ما تقدر يعني اللي هي ساعتين انا اوكي تعال تعال اسحبهم قبل ما حد يدري اوكي اما واحد شافي دقيقه 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 تعال 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 هاي جلدتو تيم اوكي جيب جيب هنا تيم يا الايم الفخم دحين سووا الركبه عشان خلاص نتاكد انه ما حد يجي طيب وهذا برضو شيل وحطه هنا استمتعوا استمتعوا انتم هنا تمام يلا الوضع تمام الى الان دحين راح استخدم السلاح هذا اللي انا ابغاه اوكي شوفوا بس شوفوا روح هنا ايوه والكفر هذا خرب امه ها خرب عشان هي لما نجي ايوه شوفون دحين راح يسوون تغييره في السياره يلا يلا الكفر الكفر يا شباب سلام ايوه اها اوكي خلاص ضبطنا على الكفر توفيق يب شيز ديد دحين يا شباب جلدنا البنت باقي ابوها ها دحين هذا التجسس الصح هنا تجسس لا الكاميرا لا تشوف وجهي سوي سوي زي حق مايكل جاكسون الاب شوفه بعيد مره ها يلا نروح له دحين لازم اني اغير لبسي انا الميكانيكي ما عاد ينفع عشان ادخل عند الاب فايش الطريقه راح ارجع للاثنين اللي جلدتهم واخذ لبس الشرطي هذا حق الشرطي يا سلام اوكي وضعي زي الفل الحين لازم تاخذ الوضع شباب هدوء ما عليكم خلنا نسوي اقرا الجريده وعادي الوضع ما اشوف الحارس ما يقول اي كلمه انا خويه طيب من هنا يا شباب اعدي للجهه الثانيه اروح للاب بس اعتقد ما خلوني يدخل هذه منطقه فخمه ما خلوني يدخل شكلها حق اغنياء مره حتى انا الحارس ما ينفع الحارس هنا ما ينفع يا شباب خطتي فيك لا تهرب حيكشفوني حيكشفوني لا 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 كاميرا لقطتني معليش معليش ايه طيب اسمع اسمع طيب اسمع دقيقه دقيقه عندي حركه رهيبه مره وش بسوي ولا وش كفر بيض مش مفعل ما اقدر اجلده لانه في كاميرا طيب ها ها خلاص يلا تعال 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 معانا او ماي جاد يا جماعه هذا الهدف هذا الهدف الاحمر ايش سويت هي يا شباب يا شباب اصبروا دعسوني 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 اوكي خطتي فشلت ما ينفع اروح كذا للحارس لازم اني اشوف لي لبس حلو كذا واروح فعلت المويه هنا تمام خلوني افتح الباب واخلي الرجل هذا يسمع الصوت حق المويه اوه جاي هنا جاي يا جماعه الهدف او ماي جاد بس انه ما يدخل هنا والله يمشون معاه ثلاث حراس كيف اجلده ذا او ماي جاد هذا افضل لحظه هذه افضل لحظه يا شباب هذا هو هنا اوكي في واحد شافني اوكي لا اوكي اهرب 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 اهرب
الذكاء. ايزي. وبكذا يا شباب تخلص المهمة وبكل سهولة. دقيقة دقيقة دقيقة. هنا برا في كاميرا ها؟ في كاميرا. امشي بس لا تبين وجهك. لا تبين وجهك. المخرج فين يا شباب؟ المخرج فين؟ يا جماعة المخرج بعد 200 متر. او ماي جاد. طيب انت حارس امن عادي لا تخاف. هاي المخرج هذا مقفل ليش؟ ليش مقفل هذا المخرج؟ انا ذحين سكيورتي عادي ما في اي واحد يبحث عني ولا شيء. صح؟ ايوه اموري في السليم. ما اقدر لازم مفتح يا جماعة. فين القاه؟ او ماي جاد. الصياد هذا ما عندك انت في احد يشوف ولا لا؟ ما في ولا واحد؟ شيله. ايوه عنده مفتاح. مو مفتاح القارب. خلاص قطفه. اوه واحد يعزف يا شباب. والله يستاهل. يستاهل نعطيه فلوس. لا معلش معلش. معلش معلش اخذت فلوس وانا معلش اسف. ايوه هذا المخرج يا شباب. هذا المخرج. الى اللقاء. تجسس ايزي شفتم الاول كذب الكفر وانهيه. والثاني على طول وهرب. هنا التجسس يعني. وهرب. مو اللي حط له مدري ايش وانتظره يروح مدري فين. ما عندي هذا الكلام. طول خلص المهمه بسرعه. شوفوا راح احصل ايه. شوفوا الايه فينو؟ ها؟ ايه؟ هاي التقييم ما قلب التقييم. اوكي شباب خلصنا المهمه. هو ما قلب التقييم بس انا متوقع ايه او ايه بلس حاجه زي كذا. بس شباب بنوصل لنهايه الفيديو. اتمنى انكم استمتعتم. اذا كان حابب زياده المره الجايه راح نروح كولومبيا اللي هو بابلو سكوبار وذا ونجلد هناك ناس ونمشي اذا حابين يعني. لا تنسوا شباب تقيموا المقطع تعطوني لايك ونشوفكم على خير. السلام عليكم. وانتم كمان يا شباب اذا عجبكم المقطع لا تنسوا تعملوا لايك, لا تنسوا تعملوا سبسكرايب, لا تنسوا تنشرون المقطع عند اصحابكم علشان نعمل اكبر جمهورية عربية. جمهورية مش نسمي جمهورية سميها فيصل حايك. لا وش بدكم انتم بالتسميه. لا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب ونشوفكم على خير. السلام عليكم.